انا عندي هنا كنافه وسمنه وسكر بودره، نص كيلو الكنافه معاها نص كوبايه سكر بودره وسمن. السمنه دي بس باخد قالب كده، قالب الكب كيك ده، واحط سمنه فيه كده كويسه، احط فيه سمنه كده بص كده اهي، عشان تطلع لك القالب مظبوط ومحمر وحلو كده. لازم بص دهن السمنه قد ايه باينه اهي، هي الحلويات كده اهي، ناخد كده ونقلبها. والحروف لا هي كتير، لازم تبقى كتير، لازم تبقى كتير، هي كده يعني. ما ينفعش الحلويات قبل كده قلت لكم ان احنا نوفر في السمنه بتاعتها، يا ما ناكلش خالص يا اما تدوقوها بس. انما اللي عاجبه بقى بالطريقه دي بيشتري من بره، هو كده هو كده لازم بيستعملوا بره سمنه كتير في الحلويات عشان تبقى حلوه، تبقى طريه ومظبوطه. تمام، نيجي بقى هنا مكان الزحم عندي، انا عايزه صاله صاله وقشطه بلدي في الاخر بقى هنقدمها معايا عشان دي هنعملها ساده. اه حاضر، ثواني اخد بس هنا كده، دي الكنافه اهي كده، كنافه ساده خالص مقطعينها صغير كده، وعليها السكر البودره ماشي. عايزه بس اوريكي تعمليها ازاي، مش هحشيها حاجه، انا ساده زي ما هي كده، اقلبها بس مع السكر كده، وبعدين اجي بقى هنا في القوالب اللي انا حاطه فيها السمن وابدا احط قطعه كده واضغط بس. انا بعمل لك حاجه بسيطه وسهله خالص ان شاء الله تكون ناجحه معاكي كده، واضغط تمام، وعلى وشها حته سمنه وبس، واروح مدخلها الفرن اهي كده اهي كده، اضغط قوي 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 وانتي بتضغطي هتلاقي ان ايه بدات تفضى، لا املي تاني املي تاني كده كده. تمام، كل السمنه اللي جوه دي هتلاقيها ايه شربت كلها كده، حتى وادخلها الفرن بقى هتلاقيها اتحمرت بقى كلها، وكل السمنه دي ساحت على بعضها اللي فوق واللي تحت. الكنافه اديها بقى الشربات البارد، يعني هي بتكون سخنه لسه قلباها، واديها شربات بارد كده بالشكل ده كده، واسيبها تبرد بقى خالص. تقدم بقى القشطه دي اللي هتطفي نار الايه، نار السكر اللي فيها بقى والسمنه وكل الكلام ده. القشطه البلدي دي هايله فيها بقى،